فريق رجاء السنة يعني مغاير على السنة اللي فاتت، يعني كاين تغيير كبير. منافسة مع فريق الجيش يعني غتبقى حتى الدورتين الأخيرتين، فالرجاء يعني بدون هزيمة، لكن هذا ماشي كافي باش تفوز باللقب. صحيح فريق الجيش هو الأول بأربع نقاط، يعني المرشح الأول اللي فوز هو الجيش، لكن الرجاء غتبقى تنافس حتى لآخر دورة، وهذا يعني كيأكد على الصحوة ديال فريق الرجاء. وإن شاء الله نتأهلنا للتشامبيونز ليغ السنة الجاية، ممكن أنا نبداو نفكروا من دابا السنة الجاية، لأنه غتكون فيها مجموعة من التحديات اللي الرجاء قادرة أنها تواجه التحديات إن شاء الله. فجمهور الرجاء دائما كيتمنى للفريق ديالو الألقاب. ملي ما كديش اللقب في السنه فكتكون شي حاجه ناقصه عند الجمهور، فالهدف ديالنا ان شاء الله هو التتويج بلقبين، كاس العرش والبطوله ان شاء الله. البطوله كما قلت لك يعني منافسه كبيره مع الجيش، كيبقى كاس العرش اللي هو الهدف الاول ان شاء الله في النادي الرجاء السنه، على الاقل باش نخرجوا بلقب ونكون استعداد الموسم الجاي على احسن ما يرام، لانه كما كنعرفوا كاس العرش كيتلعب في اخر الموسم، ف باش تفوز فيه فغتكون عندك استعدادات جيده، غتكون الامور طيبه ان شاء الله باش نستعدوا الموسم الجاي على احسن ما يرام، ونشوفوا يعني الرجاء يعني في تشامبيونز ليغ من جديد. وكما نعرفوا يعني التالق ديال الرجاء في تشامبيونز ليغ ف غيعطينا يعني منافسه اخرى وتحديات اخرى، اللي هي ان شاء الله تكون في كاس العالم الانديه في المواسم الجايه ان شاء الله. لكن لازم اننا نمشيو بعيد ان شاء الله في تشامبيونز ليغ باش نضمنوا مشاركه ان شاء الله في كاس العالم الانديه. مدرب يعني في مستوى، مدرب عطانا لمسه جديده في نادي الرجاء، ان شاء الله يستمر في نادي الرجاء باش يكون عندنا يعني استقرار على المستوى التقني باش ننافسوا على جميع الواجهات ان شاء الله في الموسم الجاي. وحتى اللاعبين يعني اللاعبين اللي عندنا حاليا يعني في المستوى الكبير، كنعتبرهم انايا احسن افكتيف اللي كاين في البطوله الوطنيه الى جانب فريق الجيش الملكي، فان شاء الله نشوفوا يعني المستوى ديالهم يكون احسن في السنه الجايه ان شاء الله. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوج المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.